أعرف ليش راحت بيتي الموجود في الشيخ جراح، ليش راحت أحلامي وطفولتي، شو السبب؟ نفسي أعرف ليش راح، وليش هذا الشخص اللي أخذ بيتي، ليش هدمه؟ ليش؟ هذا البيت زي ما انتم شايفين اليوم في تنفيذ امر هدم ذاتي، واصحاب البيت اللي لهم هذا البيت هم موجودين في امريكا مش موجودين هون، فهدموا البيت. هم ما هدموش، الحكومه راح تهدمه وراح يدفعوا مصاري. هذا البيت انا عشت فيه 5 سنين، 5 سنين من الذكريات، 5 سنين من الأحلام، 5 سنين من التعليم، 5 سنين من الاحتضان، من بين أهلي، من بين أخوتي، من بين عائلتي. صار في ذكريات حلوة، صار لي قصة كبيرة فيها، زي أي بنت مقدسية يكون عندها موجود بيت ومرة واحدة بنهدم وبروح. الضغط اللي عشناه 10 أشهر في البيت، الوجع، كيف كنا نصبر بعضنا، كيف كنا نقول لبعضنا إنه ربنا بصبرنا، رح نلاقي أحسن. بس كل واحد لما كان يروح على غرفته ويحط راسه على مخدته كان يحس الوجع هذا، إن أنا عايش بدون بيت، بعرفش وين رح أكون، في أي منطقة، مين رح يكون جيراني، مين رح يكون ناسي، رح أضلني عايش في القدس ولا رح أطلع كفر عقب، عشان الأجار غالي. ليش نستاهل الضغط النفسي؟ قتلونا نفسيا، المقدسيين عمالهم بموتوا نفسيا. الوجع موجود جوانا، جوا في معدتنا، قد ما عبرنا عنه مش احنا اذا نعبر عنه زي ما احنا شاعرين، لانه في شيء بتمزع. راحت ذكرياتنا وذكرياتنا وطفولتنا وأحلامي، أنا إنسانة مقدسية وراحت أحلامي، راح أحلامي وببيتين، عشت في بيتين والبيتين هدول انهدموا، وهلا عايشة بالأجر، والله يسلمك.